السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في درس ثواب العمل الصالح. طبعا هنا لدينا حديث شريف من المحفوظات. طبعا نقرأ ونجيب: فتحت منار عينيها من نوم عميق فرأت أباها يستعد للخروج بزي العمل، فبادرته بالسؤال: إلى أين يا أبي في هذا الوقت المتأخر في هذه الليلة الباردة؟ الأب: لدي مناوبة عمل الليلة يا صغيرتي، ويجب علي أن أذهب الآن. منار: أي عمل في هذا الوقت المتأخر وقد نام الجميع؟ الأب: عملنا يتطلب منا السهر من أجل حفاظ الأمن ونظام في البلاد وحماية الأرواح والأموال والأعراض. منار: كم أنا فخورة بك يا أبي. الأب: هذا واجبي يا بنيتي. ما العمل الذي يقوم به أبو منار؟ طبعا هو هنا ضابط شرطة، أو بمعنى شرطي، شرطة أو بمعنى شرطي. وكذلك استخرج من النص أهمية العمل الذي يقوم به أبو منار. طبعا من أجل الحفاظ، من أجل الحفاظ على الأمن ونظام البلاد طبعا وحماية الأرواح، وجميعها هذه هي الإجابات: الأمن ونظام في البلاد وحماية الأرواح والأموال والأعراض. الآن ننتقل للصفحة الثانية، وهذا هو الحديث. طبعا هذه من المحفوظات عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الآن نقوم بحل هذه الأسئلة. هنا لدينا صلة القرابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا ابن عمه. حبر الأمة تعني عالمها. اقرأ وافهم. جاء هذا الحديث النبوي الشريف ليبين ثواب العمل الصالح، لأن العمل الصالح في نظر الإسلام، طبعا العمل الصالح هو كل عمل نافع خالص لوجه الله تعالى. وقد خص الحديث عينين بالثواب والنجاة من النار، هما عين بكت من خشية الله، وهي لا تكون إلا عين مؤمن استشعر عظمة الله تعالى فبكى رجاء ورحمة وخوف من عقابه. وقد تكون هذه اللحظة قصيرة جدا ولكنها عظيمة عند الله تعالى، ولذلك يثاب صاحبها بأن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا هنا باقي الدرس. الآن ننتقل إلى حل الأسئلة. طبعا نربط بين السبب والنتيجة. لدينا البكاء مظهر من مظاهر الخشية من الله تعالى، ومن الأسباب المعينة على خشية الله تعالى عندنا الإكثار من ذكر الله، وكذلك تلاوة القرآن الكريم، وأيضا لدينا الصلاة في جوف الليل، عندنا أيضا مجالسة الصالحين، وكذلك مجالسة الصالحين. طبعا هنا لدينا: أتأمل الرسمات الآتية ثم أكمل الفراغات. هنا لدينا المعلم، وهنا لدينا الإطفائي، وكذلك هنا لدينا الطبيب، لدينا كذلك الطبيب، المعلم والإطفائي والطبيبة. هنا أكمل الفراغ
الفراغ من خشية الله تعالى في الخلوة طبعا دليل على الإيمان. طبعا هنا تخصيص العين في الحديث النبوي الشريف على سبيل المثال لا الحصر. طبعا هنا اكتب فقرة تبين فيها تقديرك لرجل أم يبقى على رأس عمله يوم العيد ليحرس المؤسسات ويحافظ عليها. طبعا هنا كل الاحترام والتقدير، هنا نكتب كل الاحترام والتقدير للعيون الساهرة والعزيمة العالية والتضحية التي يقدمها رجال الأمن في بلدنا الحبيب. كل الاحترام والتقدير للعيون الساهرة والعزيمة العالية والتضحية التي يقدمها رجال الأمن في بلادنا الحبيب. طبعا اللي يريد يكمل العبارة يكتب من أجل الحفاظ على قطار التقدم يمضي قدما دائما نحو دون توقف مما يغرس في نفوسنا حب الوطن والانتماء إليه. هذه هي الأسئلة والإجابات لدرس ثواب العمل الصالح. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن